السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميع بخير. النهارده اعمل لكم حركات جديده في الاستوديو، اكتبوا لي رايكم فيها كده في التعليقات. المهم النهارده معانا حلقه جديده من سلسله اختراعات من الانترنت. النهارده معانا حاجتين، وحاجه فيهم اظنها غريبه جدا جدا، اظنش حد فيكم شاف زيها قبل كده. ادي الاثنين زي ما انتم شايفين، في حاجه كبيره وادي الحاجه الغريبه، عندنا كمان حاجه صغيره ودي حاجه برضو قويه جدا. هنبدا مباشره، واكيد قبل ما نبدا ما تنسوش لايك العنيف، يا ريت تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان نعرف الفيديوهات الجديده اول باول. هنبدا النهارده مع حاجه الصغيره. الاختراع الاول من شركه اي داتا او شركه اكس بي جي زي ما انتم عارفينها، وعملنا حلقات قبل كده على بعض القطع اللي استخدمتها في البي سي اللي انا بستخدمه حاليا، وده المفروض ان هو منتج جديد جدا من عندهم هيديك سرعات خارقه. هذا الاختراع اللطيف عباره عن اكسترنال اس اس دي، لو انت عندك الميموري في الكمبيوتر مليانه او عندك الهارد ديسك بتاعك بطيء عايز تستخدم ميموري سريع عشان تسيف عليها حاجات او حتى تنستول عليها حاجات، ده هيكون اوبشن لطيف جدا عشان السرعه هنا خطيره. ده اسمه اس اي 900 جي، وهيشتغل مع كل حاجه مش بس مع كمبيوتر، مع الموبايل حتى كمان عايز تسيف حاجات من الموبايل، او حتى كمان مع بلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريز اكس، عشان طبعا كل واحد فيهم 1 جيجا ف 1 تيرا سوري، فده هيكون يعني يديك مساحه زياده. ده 512 جيجا بس اظن بيوصل معاك لحد كمان 2 تيرا اذا عايز. طيب يعني ايه المميز هنا؟ شفنا قبل كده اس اس ديز يعني كويسه في السوق، ايه الجديد هنا؟ الجديد هنا هو الاداء. ده بيقدم حاجه اسمها USB 3.2 Gen 2 X2، المفروض ده أحدث حاجة، وعشان تستغله طبعا المفروض إنك تكون بتستخدم برضو كمبيوتر بيدعم هذا الموضوع، لكن حتى إذا مش بيدعم أنت هتاخد أسرع سرعة في الكتابة وفي النقل، يعني إنك تكتب عليه حاجة أو تاخد منه كمان حاجة. و اولا هو صغير جدا، وطبعا دي واحده من المميزات الاساسيه انك تستخدم اس اس دي مقارنه بهارد درايف تقليدي، انك هتاخد حجم صغير جدا ووزن خفيف جدا، ومفيش قلق كمان على بياناتك عشان هنا مفيش اي اجزاء متحركه فعليا، ده زيه زي الفلاش ميموري، وحاسه مصنوع من المعدن فعليا. فوق طبعا مصنوع من البلاستيك، لكن من تحت الشاسيه كله مصنوع من المعدن. عندك هنا مدخل يو اس بي سي عشان تاخد طبعا السرعات العاليه، بيجي معاه كيبل يو اس بي سي يو اس بي سي، وعندك كمان يو اس بي سي يو اس بي اي اذا ما عندكش يو اس بي سي في الكمبيوتر بتاعك او في الجهاز اللي بتستخدمه. وللناس اللي غاويه ار جي بي، الاس اي 900 جي بي كمان مع شبكه من الار جي بي زي ما هوريكم دلوقتي، دي حاجه مختلفه عن الاس اس دي التقليديه اللي في السوق. طيب خلينا نجرب، ادي لابتوب. اوكي خلينا نوصل دلوقتي الاس اس دي بتاعنا، طبعا توصل يو اس بي سي. اوكي عندك شبكه فعليا من الار جي بي مغطيه تقريبا وش الاس اس دي بالكامل، شكلها كول بصراحه، بتقلب كده في الالوان، حركه ما شفتهاش قبل كده. بس المهم طبعا هو السرعه، خلينا نعمل تجربه حقيقيه وفعليه. انا هاخد دلوقتي فولدر، اوكي كعينه كده، الفولدر ده حجمه 13 جيجا، فانا هنقله كاملا. اوكي اعمل له كوبي ونروح للهارد درايف بتاعنا للاس اس دي بتاعنا ونعمل له بيست، نشوف السرعه هتبقى قد ايه، وهيتنقله 13 جيجا فعليا في قد ايه. السرعه دلوقتي فعليا 275 ميجا، وال 13 جيجا بتاعنا هيتنقلوا في 45 ثانية. السرعة فعليا توصل لحد 290 ميجا في الثانية تقريبا لسرعة النقل، ودي حاجة مش سيئة اطلاقا. طبعا السرعة اللي جربناها دي رغم ان هي كويسة لان هي مقيدة اساسا بالمدخل الموجود في الكمبيوتر نفسه في اللابتوب، فانا جربته دلوقتي على الكمبيوتر بتاعي اليو اس بي سي هناك اسرع، واداني فعليا في ان انا اخد فايل كوبي من للاس اس دي اعمل كوبي عليه، اداني سرعة حوالي 650 ميجا في الثانية، وان انا اخد كوبي منه على الكمبيوتر اداني حوالي 850 ميجا في الثانية، و13 جيجا بتنقله كده، فاكيد اكيد دي حاجه لطيفه جدا جدا. طبعا سرعات الريد والرايت مش هي الميزه الاساسيه في انك تستخدم اس اس دي زي ده، ولكن ميزه اساسيه كمان بالنسبه لي انا تحديدا انك ممكن تشتغل من عليه هو، يعني ممكن تحط فايلات البروجكت اللي انت شغال عليه مثلا كفيديو اديتنج وتاديت والفايلات كلها على الجهاز نفسه عشان هو سريع جدا، بيسموه سكراتش ديسك في الحاله دي، او كمان اذا انت مش بتعمل مونتاج لاي حاجه مجرد انك تنستول الجيمز نفسها عليه، ممكن تعمل انستول الجيمز هنا بدل من انستول على الاتش دي بتاعك مثلا الموجود على الكمبيوتر، وهتديك اداء اسرع بمراحل من انك تسطبها على هارد ديسك تقليدي. طبعا مع اليو اس بي سي السريع جدا الموجود هنا انت مؤمن للمستقبل، عشان فعليا اي كمبيوتر هتجيبه هيديك اقصى سرعه يعني في نقل البيانات مع هذا الدرايف اللطيف جدا، وكمان زي ما قلت لكم في الاول بيشتغل مع البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريز اكس عشان تحوش الجيمز بتاعتك
وتفضي الوانترة الثمينة وتخلي الحاجات موجودة عليه شخصيا. اكيد اختراع لطيف جدا، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف تحت الفيديو. اوكي نحاول بقى الاختراع الثاني، ودي حاجة فعليا لما وصلت البيت ما كنتش متخيل هي ايه، كنت نسيت اساسا، عشان دي حاجة انا طلبتها من فترة طويلة جدا وفقدت الذاكرة عنها بصراحة، نسيتها اساسا. هذا الشيء العجيب كان فعليا مشروع على كيك ستارتر عملت له باك من شهور طويله جدا، نسيت اساسا امتى، والشركه اتاخرت، كان عملوا ابديتس ان هم عندهم مشاكل في التصنيع والباكجينج ما اعرفش ايه، ولكن اخيرا خلصوا، وظهر انا ما كنتش متابع الابديتس بتاعتهم ولقيته وصل فجاه، فانا سعيد ان هو وصل. خلينا نجربه مع بعض ونستكشفه لاول مره. الباكجينج بصراحه محترم، لكن اكبر بكتير ما كنت متخيل لمنتج يعني بهذا الشكل والحجم. زي ما شايفينه اسمه كرانيو او كرانيو ميوزك فروم ذا سول. اوكي خليني افتح كده الكرانيو بتاعنا ده اوريكو هو عباره عن ايه بالظبط. هو المفروض التصميم هنا غير تقليدي اطلاقا. اوكي تحت الغطا عندنا ما يبدو ان هو اوكي، بحب انا حركات الختم الحقيقي ده، ومختوم مش عارف ده ياباني ولا كوري، حد يقول لنا بقى. ده شمع حقيقي فعليا، شكله شمع حقيقي. اوكي في هذا الظرف لطيف عندنا ما يبدو ان هو مانيوال، وعندنا كمان حاجة كده تقول لك ان هو اصلي يعني، ومدينك رقم ان هو سيريال نمبر رقم 30 سنة 2020. اوكي شوية حركات لطيفة حاسسك كده انت اشتريت حاجة يعني مهمة. هنا بقى نشيل الكلام ده. عندنا هنا اكيد الباور بريك، ايوه توصله بالكهرباء عشان ده بيشتغل بالكهرباء. اوكي نشيل الكلام ده بقى نوصل. حاطين فوم محترم يعني، ولسه اكيد مش مدركين ماذا هو. شكله غريب وشكله عجيب جدا وحاجه غير تقليديه اطلاقا على الفئه بتاعته. خلينا نستكشف مع بعض دلوقتي. واضح يعني تحس انت شاري فاهم حيوان متحنط، بس الموضوع مش كده. اوكي هو محشور في الفوم، فانا هسحبه بالفوم بتاعه عشان ما نحاولش نكسر اي حاجه. ايوه طلع اهو. اوكي منظر غريب جدا وتقيل جدا. اعرفكم يا جماعه ب كرانيو. شكلها مريب جدا جدا، انا عارف شكلها حاجه غريبه، شكلها حاجه قديمه لكن جديده، تحسها حاجه مستقبليه بشكل غريب، سايبر بانك ستايل، تطلع في افلام كده غريبه. وما يبدو ان هو جمجمه حيوان، فهي مش جمجمه حقيقيه، هم عاملينها زي 3 دي موديل كده لجمجمه حيوان اسمه لينكس تقريبا، حاجه من فصيله القطط الجبليه او الفهود وما الى ذلك. وعليه بقى حركات حاجات كده يعني مستقبليه وحاجات غريبه. واذا بتخمن ماذا الجهاز، هو عباره فعليا عن سماعه، ودي اكيد اكيد مفيش اي نقاش ولا تفكير، اغرب سماعه شفتها ومسكتها في حياتي. المنظر عجيب جدا جدا، واكبر بكتير مما كان باين في الكامبين بتاعت كيك ستارتر، ووزنها تقيل، والتفاصيل هنا رهيبه بصراحه، هم عاملين شغل رهيب في انك تقنعك انها حاجه شكلها يعني حقيقيه. حاجه زي دي اكيد مش ذوق كل الناس اطلاقا، لكن بغض النظر عن الذوق، الشغل اللي عاملينه هنا هو شغل يدوي ممتاز صراحه. انا اقول شغل التلوين اللي عاملينه على الجمجمه نفسها او شكل الجمجمه مع الحاجات اللي شكلها معدنيه ومستقبليه وغريبه ومتفهمش هي عباره عن ايه بالظبط، شكلها خطير، شكلها اوبجكت كده طالع من فيلم عجيب. اي لايك ات، رغم ان شكلها مريب جدا، انا اشتريتها عشان هي غريبه فعليا، مش عشان ده ذوقي قوي يعني جماجي وبتاع، بس شكلها يعني شدني. طب خلينا نجربها فعليا كسماعه عشان ما يبقاش يعني منظر شرس واسنان ونيابه على الفاضي. المفروض طبعا الصوت بيطلع من هنا في فتحات، هم عاملين تصميم معين من جوه كده كتشانل للصوت عشان يطلع لك احسن اداء وما اعرفش ايه. هنجرب دلوقتي ونشوف الكلام ده كله. التحكم على فكره هنا موجود، ده زرار يعني شكلوش زرار بس هو زرار، وفي كمان تحكم هنا باللمس في الجناب عشان تعلي وتوطي وتسكيب وما الى ذلك. وده مدخل الشاحن او مدخل يعني الباور بريك هنا، نوصله نشوف هيحصل ايه. اوكي المفروض نطلع زرار الباور في قفل الجمجمه بتاعتنا 3 ثواني عشان تشتغل. ايوه في اضواء هنا وفي حركات في البق نفسه. دلوقتي طبعا في وضع البيرنج زي ما واضح من اللون او النور، خلينا ندوس كرانيو موجود على طول في البلوتوث سيتنجز، وكده احنا كونكتد. اوكي غريب انه بيقول لي البطاريه نسبتها 90% رغم المفروض انها مش ببطاريه، ولا بطاريه خلينا نشيل كده، لا مش ببطاريه. اوكي بعد ما وصلتها بقى لي شويه كده قاعد اختبرها واجربها، الشكل والتصميم مازال خطير جدا بصراحه، شكلها كول، والاضاءه دي كمان لما بتضلم الدنيا شويه بتبان كده طالعه في بق الجمجمه الخطير دي. التحكم فيها سنسيفتي عاليه زياده شويه، في مكانين هنا دايرتين في الجنب
عايزه ايه مش فاهم. زرار الباور ما فيهوش مشكله عشان هو زرار فيزيكال بتحس انك عملت حاجه فعليا، لكن على الجنب هنا في زي مكان والناحيه الثانيه في مكان زيه، ودول ما فيش ايحاء خالص ان هم زراير، لكن هي فعليا زراير. المفروض ان انت الناحيه اليمين بتعلي الصوت وتعمل سكيب، والناحيه الثانيه توطي صوت وتعمل سكيب. الناحيه الثانيه المفروض يا لمسه يا لمستين، بس انا كل ما المسه بيسكيب على طول، فلازم عشان تعلي تعمل يعني لخبطه شويه، لازم تقعد تخبط كده بسرعه عشان تعلي. فالتحكم من هنا مش لطيف. انت مش محتاج تتحكم من هنا، دي الفكره بقى. اللي انا عملته ان انا خليت صوت من السماعه نفسها اعلى حاجه، عشان ده مش ماشي مع الصوت بتاع الموبايل نفسه، يعني دي ليها فوليوم لوحديها غير الفوليوم بتاع اللي بتوطي الموبايل. واول ما شغلتها كانت واطيه جدا، فلازم تعلي من هنا فعليا اعلى حاجه، وبعد كده تتحكم بقى بالموبايل تعلي وتوطي براحتك، وما تلمسش الزراير اللي هنا عشان مش كويسه. بالنسبه بقى للصوت نفسه، مع حاجه بيحصل المنظر المتوحش جدا، كنت متوقع بقى اسمع قنابل وصوت رهيب، لكن الوضع مش كده للاسف. هو صوت عالي يعني، ما فيش مشكله في علو صوت، لكن هو دايركشنال جدا، بيطلع لقدام كده، وانت ورا الصوت بيبقى اوطى بشكل واضح. لكن البيس هنا مش اعلى حاجه، البيس يعتبر متوسط جدا. السماعة صوتها مش وحش، بس صوتها عادي جدا، مش كما توحي اطلاقا. بص، في الحاجات اللي انت مش متوقع منها بيس عالي ما فيهاش مشكله، ماشي حالها. خليني اديكم كده عينه جريندايزر كده عشان تاخدوا سنس بالصوت. الصوت في رأيي يعني مش وحش، مفيش ديستورشن، مفيش حاجة غلط يعني، بس مش مبهر اطلاقا. المبهر هنا بصراحة التصميم والشكل العام. هي بصراحة من غير ما تشتغل حتى كسماعة، انا شايف انها حاجة كول تتحط على المكتب او جنب السرير كده، مرعبة اكيد بس شكلها كول. والاهتمام بالتفاصيل هنا بصراحة مذهل جدا، انا معجب جدا بكمية الديتيلز اللي حطينا هنا، والشغل المعمول خصوصا زي ما قلتلكم انها معمولة بالايد. فا اوكي نايس عشان التصميم، مش نايس عشان الصوت. اوكي، مع هذه الجمجمه العجيبه نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه. وبس، لو عجبكم الفيديو لا تنسوش لايك عنيف، يا ريت تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان نعرف كل الاختراعات الجديده اول باول. يا ريت كمان تتابعوني على انستغرام، فيسبوك، تويتر، رابط تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.